تمام، معانا تليفون. ندى اهلا بيكي. ندى، الو. ايوه حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا دعاء؟ ازيك يا حبيبتي، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا كنت عملت حوار دي ميكروبليدنج، وانا ما كنتش اعرف يعني ان هي حرام وكده. اول ما عملتها والمكان كمان عملتي قال لي حواجبك مش هتبقى ايه؟ ثابته. ميكروبليدنج، مايكروبليدنج. اوكي. فانا ما كنتش اعرف ان هي هتبقى ثابته يعني. فرحت لها تاني، قالت لي لا، ده هي دلوقتي قاعده بقى لها 6 شهور. فرحت بتقول لي احنا بنستعمل احبار وكده، فبقول لها يعني دي حرام. قالت لي لا، ما تكلمنيش بقى في حرام وحلال. فانا مش عارفه بقى بالنسبه للصلاه والصوم والحاجات دي هتبقى ايه بقى. هو بس هي يا ندى، قالت لي بتقعد قد ايه، سنه او سنتين؟ بتقعد قد هي ايه؟ لما انا رحت عملتها قالت لي 6 شهور، دلوقتي انا داخله في 9 شهور. طيب، هو بس يا ندى انا عايز اسالك بس سؤال، لان الحكم على الشيء فرع عن تصوري. الميكرو بليدنج ده اللي هو الرسم الظاهر، ولا اللي انت عملتيه ازاله الحاجب ورسمت لا لا المكان؟ لا، مش ازاله. هو انا حواجبي اصلا يعني يعتبر خفيف. شكلها وحش قوي. فانا رحت هي كملت لي عليها، بس كشكل كده زي موس كده، وبتحط زي حنه او صبغه كده، وبتفضل بقى فتره. طيب، بس هي المفروض ان هي هتروح بعد سنه، بس انا لحد دلوقتي ما راحتش، حتى ما خفتش لونها حتى شويه. طيب حضرتك متزوجة ولا؟ ايوه، متزوجة. طيب، نزلت دم؟ هي انا ما نزلتش دم بقى يعني. انا كان ابني جنبي بيقول لي ما فيش نقطة دم نزلت، بس اللي طيب جنبي كان المهم، هو بيقول ما فيش دم. هو إزالة، كان يعني ما فيش بيستعمل إزالة، ده اللي أنا بقوله بس عشان الناس تفهم بس. يعني هو ما فيش إزالة للحاجب، الحمد لله، هي بس الحاجب خفيف، فإحنا كنا بنزوده بس كده، وأنت متزوجة صح؟ تمام. طيب حاضر. ليه بقول الكلام ده يا اخوانا؟ لانه لو كان لازاله الحاجب بالكليه ووضع حاجه، فده لا يجوز اصلا شرعا، وده يبقى حرام، تدخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام: لعن الله الواصله والمستوصله والى اخره، والوشيمه والمستوشيمه الى اخره. لكن ليه انا بقول لها ده مش ازاله، وده في النهايه كده للمراه ان تتزين لزوجها؟ وانا ليه سالتها السؤال، انت متجوزه ولا مش متجوزه؟ للمراه ان تتزين لزوجها، وبشرط. احنا دايما نحط الشروط دي، حط الشروط، ماليش دعوه، انا بحط شروط وانتوا طبقوها. يعني ما حدش يقول لي يا مولانا اصل والفصل مش بتاعتي، انا بقول الشروط دي. اول حاجه، الا تكون هذه الزينه لخارج، يعني ما يكونش مثلا هي بتعملها لفلان وعلان وترتان، انما لزوجها، ده قواعد. فللمراه ان شاء الله تخلع عينيها لجوزها، وده كلام السيده عائشه، وهذا كلام الائمه الاربعه، فليراجع. اتنين، ان الزينه اللي انا بعملها دي الا تسبب ضررا. التلاته، الا تكون من ماده نجسه، يعني ما تكونش من مواد، واحنا وطبعا لازم الناس تسال يعني. فلو توفر الشروط دي يا استاذه دعاء، فهي للزوج حلال. كلامي يا جماعه في فتوى دار الافتاء المصريه، استاذنا الدكتور شوقي علام، فتوى بالتفصيل على موقع دار الافتاء المصريه، مفصله، يعني مش حرام وحلال وخلاص، مفصلة، موجودة على الموقع، يعني ادخلوا وشوفوا الفتوى دي بالتفصيل عن حكم الميكروبليدنج. الله أعلم. تمام.